حياكم الله. يا دكتور نبدأ إن شاء الله. ثلاثة هنتكلم النهارده ان شاء الله عن الليبر تروما. المحاضره اللي فاتت اتكلمنا عن الاناتومي والفسيولوجي بتاع الليفر. هنبدا بقى الباثولوجي بتاعت الليفر. اول حاجه عندنا بتبقى الليفر تروما. هنتكلم النهارده عن التروما والليفر انفكشنز. التروما الانستنس بتاعها بتبقى عاليه مع الليفر لان هو ده اللارجست سوليد اورجن موجود في الابدومن، يعني اكبر سوليد اورجن في البطن هو الليفر اللي هي فيكست تحت الثراسيك كيج على الرايت سايد. بيبقى second most common solid organ. ايوه معلش معلش يا دكتور، هو الباور بوينت مش شغال عندنا، مش مفتوح. انا عامل شيرنج. هو احنا مفتوح عندنا الفايل الفولدر نفسه تقريبا. انا لما حضرتك فتحت الباور بوينت الشير سكرين معلق، ممكن نقفل الشير سكرين ونفتحه تاني. اوكي كده شيرد. تمام كده شغال يا دكتور. اوكي هنتكلم عن الليفر تروما النهارده والليفر انفكشنز. الليفر تروما الليفر بيعتبر اكبر سوليد اورجن موجود في البادي، موجود في الابدومن يعني تحت ما بين الدايفرام والبلفس، وده بيبقى فيكست تحت الثراسيك كيج. طبعا الاورجنز اللي بتبقى فيكست ان بوزيشن بتاعها بتبقى مور لايبل ان يحصل فيها انجري، لان الاورجنز وخصوصا في البلانت انجري، يعني لما يحصل بلانت ابدومينال تروما بتبقى الفيكست اورجنز اكتر عرضه انها يحصل فيها انجري. الليفر بيبقى السكند موست كومن ان يتعور بعد السبين، عشان السبين بيبقى انجرد بسهوله مع الريب فراكشرز. لما بيحصل فراكشر ريبز في التروما ممكن الريبز دي تعمل انجري للسبين بسهوله، وهو طبعا بيبقى سوفتر وبيبقى عباره عن بلاد يعني اكنها كيس دم، فده بيتعور بسهوله مع التروما اللي بتحصل في الليفت هايبوكوندريوم سواء كانت بنتريتنج او بلانت ابدومينال تروما. بيعتبر الليفر هو الموست كومن كوز اوف ديث بعد الابدومينال تروما، يعني اول ما يحصل تروما عاده السبلين لو حصل فيه انجري بنقدر نتعامل معاه ونلحقه، لان احنا نقدر نعمل سبلينكتومي بسهوله بس ما نقدرش نعمل هيباتيكتومي للليفر كله. فالمانجمنت بتاع الليفر تروما اسينشال وكريتيكال قوي، مش زي السبلين. السبلين بسهوله لو هو شاترد او مش هنقدر نعمل له ريبير او مش هنقدر نعمل كونزرفيشن يعني نحافظ على الانجرد سبلين، بنقدر نعمل له ريسكشن ونعيش طبيعي بدون السبلين. الليفر مش الوضع معاه كده. وهنشوف هنعمل ايه مع الليفر تروما الاستاذ الجاي. بيبقى عاده الليفر تروما دي اسوشيتد باذر انجريز في البطن زي الريب انجريز زي بلورال افكشن، يعني ممكن جدا يكون واحد عنده بلورال انجري او حتى لانج انجري من فراكشر ريبس ومعاها انجري في الليفر. ممكن يبقى معاها انجري في اذر اورجنز في الابدومن زي الكولون والميزنتري والليستري. اسباب تعرض الليفر للانجري او الليفر تروما يبقى ممكن رود ترافيك اكسيدنتس، بينتريتنج ابدومينال تروما زي الستابز والبوليتس او بلانت ابدومينال تروما، يعني واحد اتضرب بشومه على بطنه او خد زي مثلا في الرود ترافيك اكسيدنتس حصل ان الدريكسيون دخل في بطنه، كل الحاجات دي تعمل له بلانت انجري في الليفر. ياتروجينيك انجري ممكن يحصل واحنا بنعمل بايوبسي، ممكن وبتاع اي حد بيعمل ليفر بايوبسي ممكن يعور الليفر يحصل انجري عنيفه، ممكن يبقى بيركيتينيوس ترانس هيباتيك البايوبسي دي ممكن تبقى كده، وممكن تبقى عن طريق كولانجيوغرافي اللي هو بتبقى زي فحص للقنوات المراريه للصبغه عن طريق حاجه اسمها بي تي سي. البي تي سي ده اختصار بيركيتينيوس ترانس هيباتيك كولانجيوغرافي، بيركيتينيوس ترانس هيباتيك كولانجيوغرافي يعني بنعدي في السكين والماسلز والانتيرور ابدومينال وول، بنخش ثرو الليفر، بنخش في القنوات المراريه ونحقن صبغه ونعمل كولانجيوغرافي. كولانجيوغرافي يعني اشعه القنوات المراريه بالصبغه. او سبونتينيوس انجري للليفر، وده عاده ممكن تحصل ولكن فيري رير زي الليفر تيومرز، ممكن يحصل رابتشر تيومر ودي بتحصل فجاه ممكن من غير اي تروما ولا بلانت ولا بنتريتنج، يحصل رابتشر للتيومر ده ويحصل سيفير بليدنج من الليفر. ايه اللي بيحصل؟ المشكله الباثوفيسيولوجي بتاعنا ايه؟
طبعا في الشيلدرن ليفر انجري اسهل، لان الريبس تبقى كومبلاينت، يعني ممكن الريبس تخش لجوه تخرج لبره من غير ما يحصل فيها فراكتشر. بيبقى عنده كونكتيف تيشو فريم ورك بيبقى فيري ويك في الشيلدرن. ممكن تبقى البايوبسي زي ما قلنا يعني بناخدها ثرو البيليري سيستم او في التيبس، وفي التيبس دي هنتكلم عليها مع الليفر سيروزس. ممكن يحصل كابسولار تيرز، ممكن يحصل ليك للبايل، ممكن يحصل بليدنج. تقسيمه الانجريز زي ما قلنا في السبلين، ممكن تبقى سب كابسولار هيماتوما تحت الكبسوله على طول جاست هيماتوما، او انترا هيباتيك هيماتوما. ممكن يبقى لاسيريشنز او كونتيوجنز او باسكولار ديسربشن او بايل داكت انجري. 86% او 85% من الانجريز البليدنج منها بيوقف اول ما نفتح ونعمل اكسبلوريشن، يعني عبال ما نعمل ندخل العيان العمليات ونفتح ميد لاين انسيجن او وات ايفر اكسبلوراتوري انسيجن، بنلاقي اغلب الانجريز البليدنج توقف منها. الباثولوجي زي ما قلنا سمول سب كابسولار هيماتوما او سمول سوبرفيشال تيرز او لارج سب كابسولار او انترا هيباتيك هيماتوماس او ديب تيرز، او ممكن يبقى الليفر شاترد البارينكيما بتاعته مقسومه، او الفاسكولار انجري اللي هو يتمزع الفاسكولار بيديكل بتاع الليفر. عاده المين كوز اوف ديث في حالات الليفر انجريز بيبقى بليدنج، وبعض الاوقات بتبقى الهيماتوما بتفتح في البيليري سيستم، ودي بتعمل لي حاجه مشهوره اسمها هيموبيليا، يعني البايل بينزل عليه دم. 80% من الادلتس واباوت حاجه و90% من التشيلدرن بيعدوا كونزرفاتيفلي من غير اي سيرجيكال اكسبلوريشن. ده شكل ليفر انترا اوبرتيفلي لما فتحنا، لقينا الليفر شاترد بالمنظر ده. الصوره اللي على اليمين دي واضح ان البارينكيما شاترد. الهيباتيك انجريز دي بتنتهي على ايه؟ المايل هيباتيك انجريز عاده لو هي انفولفنج اقل من 25% اوف وان لوب بتهيل وذين 3 مانثز. لو مودريت انجريز انفولفنج اب تو 50% اوف وان لوب بتهيل وذين 6 مانثز، ولو سيفير انجريز ممكن تو ريكواير اب تو سنه وثلاث اشهر او سنه ونص عشان يحصل كومبليت هيل. الجول بلادر انجريز عاده بتكون رير، لان الجول بلادر بتبقى فيري الاستيك، ممكن يبقى فيها كونتيوجنز، ولكن كانجريز بتبقى عاده رير. الامريكان اسوسيشن اوف سيرجري اوف تروما زي في السبلين قسمت الهيباتيك انجريز لجريدز. جريد 1 لو فيه هيماتوما سب كابسولار اقل من 10% اوف ذا سيرفيس اوف ذا ليفر، او لاسيريشنز انكلودنج كابسولار تير اقل من 1 سنتيمتر في البارينكيمال ديبس، ده بيعتبر جريد 1. جريد 2 لو الهيماتوما سب كابسولار من 10 ل 50% اوف ذا سيرفيس اريا، او انترا بارينكيمال او اقل من 10 سنتيمتر ان دايمتر، واللاسيريشنز من 1 ل 3 سنتيمتر ان ديبس واقل من 10 سنتيمتر ان لينث، ده بيعتبر جريد 2 هيباتيك انجري تبع الامريكان اسوسيشن اوف سيرجري. وجريد 3 لو الهيماتوما سب كابسولار اكتر من 50% اوف ذا سيرفيس اريا او اكسباندنج، يعني بتكبر، او حصل رابتشر سب كابسولار او بارينكيمال هيماتوما حصل لها رابتشر انترا بيريتونيال، او انترا بارينكيمال هيماتوما اكتر من 10 سنتي او اكسباندنج. يبقى لو سب كابسولار تبقى اكتر من 50% اوف سيرفيس اريا او اكسباندنج، ولو انترا بارينكيمال بتبقى اكتر من 10 سنتي او اكسباندنج، واللاسيريشنز اكتر من 3 سنتي ان ديبث. الجريد 4 ما فيهاش هيماتومز خالص، يبقى الهيماتومز بتبقى في جريد 1 و2 و3. لو دخلنا في جريد 4 مفيش هيماتومز، عندنا جاست لاسيريشنز. لو حصل بارينكيمال ديسربشن انفولفنج اب تو 75% اوف وان هيباتيك لوب، او اب تو 3 كونت سيجمنتس في سنجل لوب. السيجمنتس اللي احنا الثمانيه سيجمنتس اللي اتكلمنا عليهم اللي عملهم واحد اسمه كونتز، فبيسموهم كونتز سيجمنتس او الهيباتيك سيجمنتس. يبقى اب تو 3 سيجمنتس وذين 1 لوب، او اب تو 75% اوف وان هيباتيك لوب، ده يعتبر جريد 4 بارينكيمال هيباتيك انجري. جريد 5 في اللاسيريشنز لو في بارينكيمال ديسربشن اكتر من 75%،
او اكتر من 3 سيجمنتس within single loop. ودخلت معانا حاجه جديده اسمها الفاسكولار انجريز. الفاسكولار انجريز دي بنسميها جاكستا فينوس هيباتيك انجريز، يعني واخده الجزء بتاع البيديكل بتاع الليفر. involving الريترو هيباتيك فينا كيفا او السنترال ميجر هيباتيك فينز. ولو جريد 6 هتبقى فاسكولار انجريز فيها كومبليت افالجن، يعني البيديكل بتاع الليفر افالجن يعني اتمزع كله، اتمزع ارتيريال وفينس وبايل. لو حصل كومبليت افالجن ده يبقى جريد 6 فارينج هيباتيك انجري. الجريدز بتاعت الهيباتيك تروما او الانجريز دي مهمه لانها بتفرق معايا جامد جدا في المانجمنت، الحاجات اللي بتيجي فيها اسئله ام اس كيو كتير الحقيقه. نفس القصه بس مكتبينها ورا بعض. السب كابسول الهيماتوما اقل من 10% وجريد 2 و3 زي ما قلنا في الجدول، جريد 4 و5 و6. ده شكلها راديولوجيكالي سي تي جايدد. جريد 1 هيباتيك انجري بيبقى جاست في ريم صغيره تحت الكبسول، المنظر ده الاحمر ده هو ده الدياجرام بتاعه، هنا مش باينه قوي في الحته دي. جريد 2 الريم دي كبرت شويه، عندنا جزء اكبر شويه سب كابسولر للهيماتوما موجوده فيه. ادي جريد 3 كبرت سب كابسولر للهيماتوما، وهنا في هيماتوما جوه البارينكما نفسها، مش بس سب كابسولر زي دي لا، كمان جوه البارينكما بتاع الليفر ده النورمال ليفر بارينكما. هنا هيماتوما جوه البارينكما نفسها. الجريد 4 ليفر انجري عندنا سب كابسولر كبيره، وعندنا كابسولر وبارينكما لاسيريشنز في الجزء ده، الجزء ده لاسيريتد وفي انجري في البارينكما نفسها. الجريد 4 عندنا هنا هيماتوما حوالين الاي في سي، هنا الاي في سي بتاعنا في هيماتوما حوالين الاي في سي، وفي هيماتوما على الرايت كيدني. البروبر هيستوري بتاع الاكسيدنت مهم جدا، باخد الهيستوري ده يا اما من الحاله نفسها لو هو كونشس واليرت، يا اما من المرافقين له او اللي شافوا الحادثه. المانجمنت بيبقى مهم اكوردنج لحاجه اسمها اطلس بروتوكول. الاطلس بروتوكول ده اللي هو اختصار ادفانسد تروما لايف سبورت، ادفانسد تروما لايف سبورت بروتوكول. بنهتم في البروتوكول ده ان احنا نعمل حاجه اسمها اي بي سي دي اي. الاي دي اختصار للاير واي، للمنتين الاير واي بعد الحادثه. اللي جاي في حادثه ده مش جاي فقط على هيباتيك انجري، ممكن يبقى معاه حاجات تانية كتيره، فمهم ان انا امشي بالترتيب عشان الحق الحاله ما يموتش. عشان اعمل كده لازم اول حاجه سكيور الاير واي، الاير واي بتاعي اتاكد ان هو بيتنت، مفيش اي حاجه سداه، يعني مفيش اي فوميتس، مفيش اي حاجه سده الاير واي نفسه ولا فورين بودي. تاني حاجه اتاكد ان البريزنج شغال، البي ستاندز فور بريزنج، البريزنج بتاع الحاله دي كويس وماشي طبيعي، وان ما كانش ماشي طبيعي هضطر اعمل له اكسجينيشن يا اما بماسك عادي او باندوتريكال تيوب. السي السيركيليشن، اتاكد ان العيان ده فايتالي مينتين البلاد بريشر والبالس بتاعه. والدي الديسابيليتيز، والاي الانفايرومنتال، الانفايرومنتال فاكتورز، ودول هنتكلم عليهم لما نيجي نشرح الاطلس بروتوكول. اهم حاجه الاي بي سي، الاير واي والبريذنج والسيركيليشن. اشوف العيان شوكت ولا لا، اشوف ايه الساينز اوف بليدنج اللي عندي، اللي هو بيبقى فيه طبعا تاكيكارديا وهايبوتنشن، ممكن يبقى فيه بليدنج باين اكسبوزد على بره لو في بنتريتنج انجريز. اشوف العيان لو عنده بريتونيال اريتيشن او بنسميه بيريتونيزم. هنشوف اذا كان في شولدر بين، معنى كده ان عندنا فرينيك اريتيشن، يعني اريتيشن للدايفرام من تحت. وهنشوف على الانتيرير ابدومينال وول اذا كان في اي ساينز اوف بروزز او كونتيوجنز او بينتريتنج انجريز، اذا كان في ابدومينال ديستنشن، اذا كان في اي بايلومز، البايلومز اللي هي سويلنجز مليانه بايل، ده لو في انجري عنيف للبيليري سيستم ممكن يبقى في سبكوتينيوس بايلوما. ولو في اي حاجه unrecognized وبانت later on في صوره abscess formation. هندياجنوز ان عندنا مشكله intra abdominal عن طريق حاجه اسمها fast track ultrasound. الفاست تراك ultrasound ده دلوقتي بقى very sensitive، بقى focused على الابدومينال تروما، وبيساعدني قوي انه يقول لي
ايه اللي موجود انترا ابدومينال بعد التروما، سواء في بليدنج سواء في بايل ليك. كنا زمان بنعمل حاجه اسمها دي بي ال او دايجنوستيك بيريتونيال لاباج عن طريق ان احنا بنحقن سلاين ثرو الامبليكس، بندخل قسطره رفيعه ثرو الامبليكس في الطوارئ وبنحقن سلاين ونرجع نسحبه ونشوف فيه بلاد كونتنت قد ايه. طبعا دلوقتي بنعمل سي تي سكان لو العيان ده فايتال ستيبل يعني او مينتين، لو مش ما عندوش سيفير هايبوتنشن يبقى ممكن ان انا اوديه الاشعه يعمل سي تي سكان، لان ممكن لو انا ما شخصتش ان هو عنده شوك عنيفه واتعاملت مع الشوك دي صح ممكن يحصل له اريست وهو بيعمل سي تي سكان. بس لو قدرنا نعملها طبعا هي دي البروسيجر اوف تشويس. كنا بنعمل هايدا سكان، هايدا سكان ده بنشوف منه بايل ليكس وبنعمل انجيوجرافي عشان نشوف اذا كان في بليدنج، لو طبعا ات ايز وما عندناش اي شوك. وساعات بيبقى اكسيدنتالي ديسكفرد الليفر تروما ثرو الابدومينال اكسبلوريشن، يعني بيدخل اكسبلوريشن فور سبلينيك انجري ونلاقي اكسيدنتالي ديسكفرد هيباتيك انجري. زي ما قلنا الفوكست او الفاست تراك ابدومينال الترا ساوند ده بيبقى دي سنسيتيفيتي اب تو 98% لجريد 3 انجريز او اكبر حتى من كده. النيجاتيف فايندنجز لو قال لي ما فيش اي حاجه دي نوت اكسكلود او ما نقدرش نكسكلود بيها هيباتيك انجري، لازم برضه نمنتين العيان اندر اوبزرفيشن عشان نطمن ان هو فعلا ما عندوش حاجه زي ما السونار قال. مش معنى ان انا اعمل سونار ويطلع نيجاتيف يبقى هروح العيان، لازم بنكيب العيان اندر فولو اب اتليست 24 اورز علشان نطمن ان مفيش اي اذر انجريز ظهرت. يبقى ده طبعا بيبقى ايمرجنسي الترا ساوند بيتعمل في الطوارئ ل 72% سنسيتيفيتي لبلاد ابدومينال تروما. لو العيان ده عنده ابدومينال تروما مش بنتريتنج بلانت السي تي سكان بتبقى فيري اكوريت بتوريني فين بالظبط السايت بتاع الليفر انجري ولو في اذر اسوسييتد انجريز، بس لازم العيان يبقى فايتال ستيبل عشان اقدر اعمل له سي تي سكان. ممكن امونيتور بيها الهيلينج بتاع الليفر انجري ده بعد 3 شهور اعمل له سي تي سكان جديده واشوف اخبار الهيلينج ايه. اذا كان في ليفر انجري هيبقى ليه كرايتيريا اكوردنج للامريكان اسوسيشن فور سيرجري اوف تروما، وزي ما قلنا جريد 1 تو 6 ودي هتوريني كل الهيماتومز والليسريشنز واذا كان في فاسكولار انجريز. زي ما قلنا دي سب كابسولر وانترا بارينكيمال هيماتوما، دي انترا بارينكيمال هيماتوما وفي سب كابسولر حته هنا، دي سب كابسولر وفي هنا شاترنج للبارينكيما بتاع الرايت لوب زي ما هو باين في الفيشر ده. هنا سب كابسولر هيماتوما كبيره والبارينكيمال ديسربشن ممكن مع افكشن كمان للفاسكولار سيستم في الحته بتاعت الاي بي سي وكذلك الرايت كيدني افكتد. الانجيوجرافي ده بيدمونستريت لو في اكتف بليدنج، يعني ايه؟ يعني لو العيان ده ما عندوش اكتف بليدنج دلوقتي الانجيوجرافي ده مش هيفيد في حاجه. الانجيوجرافي انا بحقن صبغه جوه الفيسل سواء ارتيريال او فينوس وبشوف البليدنج، بس لازم يكون في بليدنج شغال اثناء ما انا بعمل الانجيوجرافي. هو ده بيفيدني الحقيقه لو انا هعمل امبولايزيشن ترانس كاثيتر، يعني انا لو هسد الفيسل اللي بيحصل منه بليدنج ده بيفيدني قوي ان انا اعمل انجيوجرافي عشان اشوف المكان اللي حصل فيه بليدنج واعمل له امبولايزيشن او اسده بجيل فوم او وات ايفر كيميكال سبستنس احقنه عشان اسد بالسايت اوف بليدنج من غير ما اعمل جراحه. الفايند بتاعت الانجيوجرافي بتقول لي اذا كان في كونتيوجنز او لاسريشنز او هيماتوما او سودو انيوريزمز او فيستري حصلت ما بين البلاد فيسلز او ما بين الانتستين والبلاد فيسلز. هعمل امبولايزيشن، الامبولايزيشنز دي لو عملتها ممكن تقلل لي الريسك فور سيرجيكال اكسبلوريشن. ده شكل الانجيوغرافي بيتعمل بالقسطره بيوريني سايت اوف بليدنج، وبعدين السايت اوف بليدنج ده انا بحقنه بكيميكال امبولايزيشن بيبان بعد كده ان هو بالمنظر ده اتسد مكان السايت اوف بليدنج تماما ما بقاش فيه بليدنج وبقى الحته دي امبولايزد بالمنظر بتاع السهم. الانيشال مانجمنت بتاع الهيباتيك انجريز في البنتريتنج تروما بنمانج اكوردنج للاطلس بروتوكول زي ما قلنا الاير واي والبريذنج والسيركيليشن والديسابيليتيز والانفيرمنتال كرايتيريا، وبعدين بنبدا نشوف بنعمل بريفرال فينس اكسس بنحط العيان ده على طول نحط له 2 وايد بور كانيري علشان لو احتاجنا نحقن ندي العيان بلاد بنعمل له كروس ماتشنج ونشوف فصيل الدم ايه ونحضر دم ممكن اب تو 10 يونتس اوف بلاد يحتاجهم العيان. بنعمل له
كومبليت بلاد كاونت، وبنعمل له يوريا والكترولايتس، ونشوف لو الالكترولايتس ديستوربد نظبطها، نشوف الليفر فانكشنز والكواجيليشن بروفايل بتاعه والجلوكوز ليفل والاميليز. بنعمل ريبليسمنت للبليدنج المفروض بدم، لو انا ما فيش دم عندي لغايه ما احضر الدم بديله كولويدز او كريستالويدز، بس الكولويدز تفضل لان البليدنج بيعمل لي سيفير ديبريشن في الانكوتيك بريشر بتاع الفاسكولار سيستم، فبحاول اعوض الانكوتيك بريشر ده بان انا احقن دم، لو ما فيش بديله كولويدز. الفريش فروزن بلازما والكرايو بريسيبيتيت دول مهمين قوي، يقللوا البليدنج اللي موجود لو العيان عنده مشكله في البليدنج تندنسي. واول ما نبدا الانيشال ريسسيتيشن، لو العيان ده هيحتاج جراحه لازم انقله فورا للاوبريتنج روم، لان لو عندي بليدنج لازم اوقف السورس اوف بليدنج عشان انقذ العيان. في البلانت تروما بنشوف بنفولو الاتلاس بروتوكول، البيشنتس لو لقيناها هيمودايناميكالي ستيبل وباي سي تي، لو عملت سي تي لقيته ستيبل ممكن اكمل المانجمنت بتاعي كونزرفاتيفلي من غير ما اعمل اي، من غير ما انقل العيان الاو ار ولا اعمل اي عمليات ولا اكسبلوشن. امتى اعمل ديسكونتينيوينج للكونزرفاتيف مانجمنت ده؟ يعني ادخل العيان العمليات ووقف الكونزرفاتيف مانجمنت لو ابتدى يحصل فول في الهيموجلوبين ديسبايت كوركشن. يعني لو الهيموجلوبين بتاع العيان بعد ما صلحته واديته دم والهيموجلوبين اتحسن وطلع ابتدى ينزل تاني، يبقى في الحاله دي انا محتاج اوقف الكونزرفاتيف مانجمنت واتدخل جراحي. الكونزرفاتيف مانجمنت ده بيتعمل في المستشفى، ما ينفعش اروح العيان البيت واعمل كونزرفيشن في البيت، لا لازم الكونزرفاتيف مانجمنت اوف بلانت ابدومينال تروما يتم انترا هوسبيتال مش في البيت. لازم في الليفر تروما افتكر بعض الحاجات، افتكر ان انا ابص على اي اذر اسوشيتد انجريز، يعني ما ادخلش اعالج الليفر تروما فقط وانسى ان انا اكسبلور بقيه البطن، اشوف الانتستين واشوف الميزنتري واشوف السبلين واشوف الهول اورجنز بتاعت الابدومين من اول الاستومك لغايه السيجمويد كولون، اطمن ان انا ما عنديش اي انجريز. اشوف الريسك جروبس، لو عندي ستابنج او جان شوتس في اللور تشيست او الابر ابدومين، ولو عندي كراشن انجريز اشوف مالتيبل ريب فراكتشرز موجوده ولا لا. بعمل ريسسيتيشن زي ما قلنا اكوردنج للاتلس بروتوكول، وبعمل اسسمنت للانجري بسبايرال سي تي ويز كونتراست لو العيان هيمودايناميكالي ستيبل، ولابراتومي لو هيمودايناميكالي انستيبل، والتريتمنت في النهايه بيبقى لازم اصلح فيه الكواجيلوباثي لو العيان ده عنده مشكله في البليدنج بتاعه، عنده بليدنج تندسي لازم اديله بلازما وفيتامين كي، لو لقيت لاسريشنز لازم اعمل لها سوتشرنج اب تو ان انا اعمل بارشل هيباتيكتومي لو عندي ميجور فاسكولار انجري مش قادر اصلح او مش قادر احافظ عليه. الحاجات اللي قلناها المره اللي فاتت في المحاضره بتاعت الاناتومي، ان مهم جدا اعرف مكان الوينسلو فورامن واعرف الفري بوردر بتاع الليسر اومنتم اللي فيه الفاسكولار بيديكل بتاعه الليفر اللي انا هعمل عليها حاجه اسمها برينجلز مانوفر. هدخل بصباعي في الوينسلو فورامن جوه الليسر ساك وعلى الفري بوردر اوف ذا ليسر اومنتم هقفله، يا اما بصباعي يا اما ببلانت سيرجيكال انسترومنت علشان اقلل البلاد سبلاي اللي رايح الليفر، او ما اعرف اتعامل مع البليدنج سايت اللي موجود في الليفر. ده طريقه الخياطه لو عندي هيباتيك انجري ولاسريشن في البارينكيما نازله لتحت، بخيط بالطريقه دي، ليها ابره مخصوصه، الابره المخصوصه دي بتبقى التيب بتاعها فيري بلانت عشان ما يعورش الليفر بارينكيما وهو داخل. وده شكل الفري بوردر بتاع الليسر اومنتم زي ما قلنا، وده الوينسلو فورامن اللي وراه، ده اللي بنمسكه باي سيرجيكال بلانت انسترومنت عشان نقفل البيديكل بتاع الليفر تماما ارتيريال وفينس وبايل عشان اقدر اتعامل مع الانجري اللي موجوده في البروجنوزيس بتاع المورتاليتي من الليفر انجريز بتوصل لغايه 20% وممكن توصل 70% لو في اذر انجريز في الاذر اورجن زي الانتستين زي الميزنتري زي الكولون زي السبلين، ممكن المورتاليتي توصل ل 70%، انما جاست ايزوليتد ليفر انجري بتوصل لغايه 20%. كلمتين اللي على الليفر انجري في المحاضره دي، واهم حاجه فيهم الجريدنج بتاع الانجري اكوردنج للامريكان اسوسيشن اوف سيرجري، ده مهم قوي لان بتيجي كتير في الام اس كيو. هنتكلم كلمتين برضو عن الليفر انفكشنز،
الليفر انفكشنز عندنا انواع كتيره. الانفكشنز ممكن تحصل في الليفر، ممكن يحصل فايرال انفكشنز او بكتيريال اللي هي البايوجينيك انفكشنز او اميبك انفكشنز باي اميبا او هيداتد سيست او انفكشنز باي بالهرجيزس اللي هي هيباتيك سيستوسومايسيس. اول حاجه الهيداتد ديزيز اوف ذا ليفر. الهيداتد ديزيز ده الابيديميولوجي بتاعه في الاماكن اللي فيها تربيه اغنام كتيره، بتبقى موجودة في الميديترينيان اريا. اللي بيحصل عندنا ان الدوجز بتاكل الانفكتد شيب ليفر. لما الدوجز بتاكل الانفكتد شيب الليفر بتاع الانفكتد شيب، ففي الاكسكريتا بتاعتها بيبدا يحصل الادلت ورم، بتبقى موجوده في السمول انتستين بتاع الدوجز وذ ديفينيتيف هوست. الاجز بتعدي في الفيسز بتاعت الدوجز، يا اما بياكلها الشيب وكده بتكمل، بتروح الاجز وتهاتش في السمول انتستين بتاع الشيب وتبنتريت الانتستينال وول وتخش البلاد ستريم وتوصل اللارفا للليفر واذر اورجنز، وبعدين اللارفا بتديفلوب انتو هايداتد سيست وبيرجع تاني الدوج ياكل الليفر بتاع الانفكتد شيب وتكمل السايكل بتاعت الهايداتد سيست. انما الماء الانسان هنا بيدخل از حاجه اسمها inadvertent intermediate host، يعني غير مقصود. inadvertent intermediate host ده بيحصل لو هو كل الزرع اللي بيبقى ملوث بالاجز بتاعت الهيداتد سيست اللي هي بتنزل ملوثه بالفيسز بتاعت الكلاب. الفيسز بتاعت الدوجز بتلوث الزرع، والزرع ده المزروعات دي او الخضار ده او الفاكهه دي بياكلها الانسان بالخطا نتيجه ان هو ما غزلهاش. طبعا بتبقى المشكله عندنا لو دخل بكائن ادفيرتنت انترميديت فوست، المفروض ما يخشش في السايكل دي خالص. المفروض السايكل بتبقى ما بين الشيب والدوجز وتفضل تلف في الحته دي، انما عشان يخش الانسان بيبقى دخل بالخطا نتيجه ان هو اكل اي مزروعات انفكتد بالاجز من الفيسز بتاعه الدوجز. البارازايت بتاع الهيداتد ديزيز بيبقى اسمه تاب ورم ايكاينوكوكس جرانيلوزس. الايكاينوكوكس جرانيلوزس دي واحده من التاب وورمز. الادلت ورم بتعيش في الانتستين بتاع الدوجز وده الديفينيتيف هوست. الاوفا بتباس مع الستولز وبتبقى انجستد بالشيب وده السكندري هوست. والاستومك بتاع الشيب والاوفا بتهاتش وتخش البلاد ستريم والبورتر سيركيليشن توصل الليفر. اللايف سايكل بتكمل لما الدوج ياكل الديد شيب. انما الانسان زي ما قلنا inadvertent intermediate host. ايه الباثولوجي اللي بيحصل؟ السيست بتبقى سنجل او مالتيبل. الهيدات السيست دي بتبقى فورمد من تو لايرز اوف فلويد انسايد. عندنا هنا الجيرمينال لاير وعندنا هنا في الاوتر لامينيتد لاير، انما اللي بره خالص ده جرانيليشن تيشو من الهوست محوط على السيست. يبقى السيستس اللايرز بتاعت السيست نفسها الجيرمينال لاير والاوتر لامينيتد لاير، انما الاوتر موست لاير دي جرانيليشن تيشو من الهوست نفسه ملوش دعوه بالسيست. الاندوسيست بتكونتين الهيد بتاع الفيوتشر بارازايتس. الهيدز بتاعت الفيوتشر بارازايتس دي بنسميها سكوليسز. والهيدات فلويد بيبقى سكريتد باي ذا انر لاير واللامينيتد الاوتر ميمبرنس لاير هي دي. يبقى هم دول اللايرز او البارتس بتاعه الهيداتد سيست، الاندوسيست والهيداتد فلويد واللامينيتد اوتر ميمبرانس لاير. الثيرد لاير زي ما قلنا معموله من جرانيليشن تيشو، دي بتبقى من اكسكريتد او معموله من الهوست نفسه عشان يحوط على السيست علشان يعزلها عن بقيه الجسم. ايه اللي بيحصل او الفيت بتاع الهيداتد سيست؟ يا اما بتكبر يا اما البارازايتس بتضاي وبيحصل كالسيفيكيشن، يا اما بيحصل فيها كومبليكيشن ان ذا فورم اوف سكندري انفكشن، سكندري بكتيريال انفكشن او رابتشر في البيليري سيستم، فممكن يعمل بيليري اوستراكشن وجوندس، او رابتشر في البريتونيال كافيتي فممكن يؤدي الى انافيلاكتيك شوك. يبقى الطبيعي انها تكبر، ممكن يحصل فيها كالسيفيكيشن للبارازايتس، وممكن يحصل فيها سكندري انفكشن ببكتيريا او رابتشر في البيليري سيستم او رابتشر في البريتونيال كافيتي.
كلينيكالي الكلينيكال بيكتشر عاده بتكون اي سيمتوماتيك وبتبقى ديسكفرد اكسيدنتالي واحنا بنعمل سي تي سكان او الترا ساوند. ممكن تبقى موجوده والانسان ما بيشتكيش منها، جاست بيشتكي من هيفنس في الرايت هايبوكوندريم وده الايكنج بين خفيف، انما بتبقى دايجنوز اكسيدنتالي في السي تي او الالترا ساوند، وممكن يبقى فيها كومبليكيشنز تبان لو حصل سكندري بكتيريال انفكشن او رابتشر في البيلياري سيستم، يحصل بيلياري اوبستراكشن وجوندس، او في البيريتونيال كافيتي يحصل انافيلاكتيك شوك. ايه اللي بنحتاجه من الانفستيجيشنز عشان نشخص الدايهيدريتد ديزيز؟ ان احنا نعمل الترا ساوند او سي تي سكان، بنشوف فيها الفلوتنج ممبرين، بنعمل حاجه اسمها انتراديرمال كازونيز تيست، ولكن نوت فيري سنسيتيف، بيطلع فولس بوزيتيف في 40%، يعني بيطلع بوزيتيف وما يطلعش الانسان عنده هايدريتد ديزيز في 40% من الحالات البوزيتيف. بنعمل الاليزا تيست، ده مور سبيسيفيك، وبنلاقي في العيان ده ايزينوفيليا في البلاد كاونت بتاعه، بنلاقي ايزينوفيليا في 40% من الحالات. العلاج بتاعنا في حالات الهايدريتد انفكشن، بندي انتنسيف كورس من حاجه اسمها البندازول او ميبندازول، وده بنحتاجه عشان افويد بروجريسيف انلارجمنت ورابتشر للسيست. بنعمل بيركيتينيوس انجكشن ل 20% سلاين او الكحول، بنحقنه جوه السيست، السلاين ال 20% او الالكحول ده بيموت السكوليسز اللي هي الهيدز اوف ذا فيوتشر بارازايتس. لو فيلد الميديكال تريتمنت بندخل جراحيا، جراحيا بنعمل يا اما هيباتيكتومي استئصال جزء من الكبد او اكسجن للسيست او دي روفينج مع ايفاكويشن للكونتنتس بالطريق السيست بشكل السيست السي تي، وده انترا اوبرتيف دخلنا فتحنا السكين والماسلز ودخلنا جوه السيست، ادي السيست فتحنا فيها بانكشر وعملنا دي روفينج، يعني شلنا الروف بتاعها تماما سيرجيكال باي سيرجيكال اكسجن. قبل ما بنعمل التدخل ده بنحقن فيها 20% سلاين او الكحول علشان نعمل ديث للبارازايتس، وبعدين بنشفط الكونتنتس بتاعتها وبنحشر بندخل فيها جزء من الاومنتم، بندخله جوه السيست اللي جوه الليفر علشان نعمل اوبليتريشن للسيست تماما. يبقى ده بالنسبه للهايدريتد سيست. اهم حاجه نعرف ان الانسان هو ان ادفيرتنت انترميديت هوست، طبيعي ان هي تبقى السايكل ما بين الشيب والدوجز، الدوجز هي البريميتيف هوست او البرايمري هوست والشيب هي السكندري هوست. ممكن يحصل انفكشن اخر في الليفر بنسميه بايوجينيك ليفر ابسس. البايوجينيك ليفر ابسس ده السورس اوف انفكشن بتاعه يا اما البايل داكتس، فالبايل داكتس بيحصل فيها اوبستراكشن ويحصل حاجه اسمها اسيندنج كولانجايتس. الاسيندنج كولانجايتس ممكن تؤدي الى مالتيبل ليفر ابسيس في 20-30% من الحالات. البايل داكت انفكشن ده عاده السورس بتاعه بيكون جرام نيجاتيف بس اللاي مينلي الايكولاي. ممكن يبقى الانفكشن ثرو البورتال فين، ثرو البورتال فين زي في سابريتيف ابندسايتس، لو العيان ده عنده ابندسايتس نيجليكتد وابتدى يحصل سابيوريشن عنيفه عليها، او دايفرتيكولايتس عنده دايفرتيكلي وابتدى يحصل انفلاميشن الدايفرتيكلي دي حصل بيها دايفرتيكولايتس، هيؤدي الكلام ده لسيبتيك ثرومبوفليبايتس يعني انفلاميشن في الفينز نتيجه الانفكشن، ويؤدي الى بورتال بايميا يعمل لي مالتيبل ليفر ابسيس، وهنا الاورجانيزم عاده ستريبتوكوكس فيكاليس وانروبس. ممكن يبقى الانفكشن الروت بتاعه عن طريق امبيليكال ستامب ساعه الولاده لو حصل انفكشن للامبيليكال ستامب، او في تروما نتيجه تروما بانفكتد انسترومنت. ممكن الانفكشن يجي ثرو الهيباتيك ارتري من اي سيبتيك فوكس في الجسم، او كريبتوجينيك في 15% اللي هو انون سورس اوف انفكشن في 15% من الحالات. يبقى البايوجينيك ليفر ابسس يا اما الانفكشن ثرو البايل داكتس او البورتال فين او الامبيليكال ستامب او دايركت اكستنشن من تروما او الهيباتيك ارتري او انون ليفر انفكشن اللي هي الكريبتوجينيك. تشخيص الهيباتيك فارينكمال انفكشن او الابسس بيبقى فيه فيفر اكتر من 38.5، بيبقى فيه constitutional symptoms زي الفيفر والانوركسيا والهيديك والماليز والرايجرز، دي بنسميها constitutional symptoms. هيبقى فيه right hypochondrial pain وenlarged tender liver. ممكن يبقى عندي اسباب للكوز نفسه سواء كانت appendicitis كانت
بيلياري انفكشن او كان تروما. Most commonly بيحصل في 4 to 6 decades of life وال male to female ratio is 2 to 1. Complications بتاعت البيوجينيك ليفر انفكشن ممكن نتيجة رابتشر للابسس في adjacent organs او cavities زي في الاستومك مثلا، ده ممكن يعمل لي برضه رابتشر في البلورا، يعمل بلورو بالمونري او انترا ابدومينال رابتشر، يبقى يرابتشر فوق الدايفرام ان هو بينتريت الابسس بينتريت الدايفرام ويرابتشر في البلورا والثوراسيك كافيتي، او يرابتشر انترا ابدومينالي سواء كان في ابدومينال اورجن او فري انترا بيريتونيال ويعمل لي بيريتونايتس. البلورو بالمونري تايب هم الموست كومن في 15 لـ 20%، وبيحصل بلورال افيوجن وامبايما، وممكن يحصل حاجه اسمها برونكو هيباتيك فيستولا، وتلاقي العيان بيكح وبيطلع بايل في الكحه بتاعته. الانترا ابدومينال رابتشر ممكن يبقى تحت الدايفرام يعمل سبفرينيك ابسس، وده لو لوكالايزد ابسس، او فري في البيريتونيال كافيتي يعمل لي بيريتونايتس، او في اي اورجن زي الاستومك والكولون والاي في سي والكيدني. الانفستيجيشنز في حالات البايوجينيك ليفر انفكشنز هنشوف الاكسيديك كاونت، هنلاقي اكتر من 20,000 في الكومبليت بلاد كاونت، هنلاقي ممكن العيان عنده انيميا، الهيموجلوبين اوطى شويه، هنلاقي الليفيتد اي اس ار وسيري اكتف بروتين وديكريزد سيرم البومين لان الليفر مش قادر يصنع الالبومين بكميه كافيه او بكميه طبيعيه، والليفر فانكشنز هنلاقيها فيها انكريزد الكلاين فوسفاتيز والاي اس تي والاي ال تي الليفيتد، ممكن نلاقي الليفيتد بيليروبين في سام كيسز، وخصوصا لو في السورس اوف انفكشن ثرو البايل داكتس يعني في بيلياري اوستراكشن. راديولوجيكال اسيسمنت هنعمل عند تشيست اكس راي وابدومينال اكس راي، وهنعمل له سي تي سكان والترا ساوند، والسي تي هتقدر تلوكلايز السايت اوف انفكشن او الابسس لو كان موجود. التشيست اكس راي تبقى ابنورمال في 50% اوف بيشنتس، وممكن توري انترا هيباتيك اير، طبعا مش مفروض يبقى في انترا هيباتيك اير، لو ده موجود يبقى معنى كده ان انا عندي جاز فورمينج اورجانيزمز عامله انفكشن في الليفر او اير فلويد ليفلز، او توري نيموبيليا. الابدومينال الترا ساوند سنسيتيف اب تو 100% بتوري هايبو ايكويك ماس ماشيه مع وجود ابسس، والسي تي سكان بتوري نون انهانسنج ابس ماس فيها فلويد وممكن يبقى فيها اير، وبتبقى نون انهانسنج مع الكونترست، يعني لو عند كونترست مش هيوصل جوه الكافيتي. ده شكل اكس راي بتوريني طبعا دي الرايت لانج ودي الليفت لانج، وهنا الدايفرام، هنا تحت الدايفرام في الليفر في عندنا جاز فلويد ليفل او اير فلويد ليفل، ده الليفل وهنا في اير وتحت في فلويد، وده موجود في الرايت هايبوكوندريم مش مكان طبيعي لوجود اير فلويد ليفل، فمعنى كده اني عندي ابسس كافيتي موجوده في الليفر. اللانج هنا ابتدى يبقى فيه افيوجن عنيف جدا لان هنا كوستوفرينيك انجل، المفروض يبقى فيه كوستوفرينيك انجل زي هنا شويه كده، الكوستوفرينيك انجل هنا اوبليتريتد عشان فيه فلويد مجمع في البلورا، وده بنسميه سمباثيتيك افيوجن. سمباثيتيك افيوجن يعني افيوجن نتيجه سمباثايزنج، مش سمباثيتيك سيستم وبارا سمباثيتيك سيستم، لا هي سمباثيتيك افيوجن هي سمباثايزنج من الاورجن اللي فوق الدايفرام مع الانفكشن اللي موجود تحت الدايفرام. سمباثيتيك افيوجن موجود عمل لي اوبليتريشن للكوستوفرينيك انجل بتاعت البلورا. وهنا السي تي مورياني هايبو ايكويك ماس وفي اير فلويد ليفل موجود في السي تي، ده اير جوه الليفر وده مش مفروض يكون موجود، معنى كده ان عندي انفكشن وعندي جاس فورمينج اورجانيزم جوه الليفر. وهنا كذلك برضو فيه بيعمل هنا بيركيتينيس اسبيريشن. التريتمنت بندي ميديكال تريتمنت، ممكن نعمل سي تي جايدد اسبيريشن لو انا عندي فلويد وابسس كافيتي جوه، بشد الفلويد اللي فيها عشان اقدر اعمل له اناليسيز واشوف اعمل له كالتشر سنسيتيفيتي. قبل كده كنا بنعمل سيرجيكال بروسيجرز كانت بتؤدي الى هاي مورتاليتي اب تو 70% ان احنا بنعمل سيرجيكال درينج للابسس اللي جوه الليفر. حاليا عندنا ثلاث خطوات ممكن نعملهم، اول حاجه انيشيشن للانتيبيوتيك ثيرابي، نغطي نفسنا لانتيبيوتكس كويس عن طريق الكالتشر سنسيتيفيتي اللي بيطلع من
الكركتينيس درينج اللي عملناه، بنعمل دايجنوستيك اسبريشن ودرينج زي ما قلنا، وبنعمل سيرجيكال درينج في بعض الحالات القليله جدا علشان ما نزودش احتماليه حدوث المرتجع. الانتيبيوتيك ثيرابي بتاعنا لازم نبداه في بدايه اي مانجمنت، بنغطي نفسنا بانتيبيوتيكس اجينست جرام نيجاتيفز وستريبتوكوكس وانيروبس، بندي فلاجيل وكليندامايسين، ولو عندنا مالتيبل سمول ابسيس عاده بترسبوند للانتيبيوتيك تريتمنت وما بتحتاجش اي سيرجيكال انترفنشن. الكركتينيس درينج ممكن تعمل سونار جايدد او سي تي جايدد، نحط استرا لو اكثر من 6 سم ونسيبها، انما لو اقل من كده ممكن نعمل اسبريشن ونشيل النيدل اللي عملنا بيها اسبريشن. لو اكثر من 6 سم كافيتي ممكن نسيب فيها كاثيتر عشان تعمل درينج كويس على مدار يومين ثلاثه. بنعمل كومبليت اسبريشن لو اقل من 6 سم، والدرين بتبقى ريموفد اول ما الابسس يحصل فيه كولابس. لو احنا سيبنا درين بنشيلها اول ما يحصل كولابس للابسس ده، طبعا بنفولو بالسي تي او السونار سكسسفول اب تو 90% تقريبا، وبنكونسيدر اوبن درين اوبن درينج سيرجيكال وايز يعني لو فيلد بيركيتينيس درينج او الكونديشن حصل لها ورسنينج within 72 hours. كومبليكيشنز بتاعت البيركيتينيس درينج ممكن يحصل بيرفوريشن لفيسكس، ممكن اعمل بيرفوريشن لكولون، ممكن اعمل بيرفوريشن لانتستن، ممكن اعمل نيموثوركس، ممكن يحصل بليدنج، ممكن يحصل ليكج اوف باس للابدومن، او في الاميونو كومبرومايزد بيشنتس اللي عندهم مالتيبل ابسيس ممكن احتاج ادي فيري هاي دوزز اوف انتيبيوتكس سواء عملت اوبن او بيركيتينيس درينج لو انا ما فتحتش. يعني لو انا عملت بيركيتينيس درينج احتاج ادي فيري هاي دوزز اوف انتيبيوتكس، وخصوصا في العيانين اللي هيبقوا اميونو كومبرومايز سواء دايابيتيك ان كنترولد او بياخد كيموثيرابي او عنده اي ايميولوجيكال ديزيز. امتى اعمل اوبن درينج في البايوجينيك ليفر ابسس؟ لو انا الابسس مش هقدر اطوله بالبركيتينيس درينج، يعني ابسس موجود في البوستيرير هيباتيك بارينكيما انا مش هقدر اوصل له بالسونار او السيتي جايدد درينج، او عندي اي اذر انترا ابدومينال ديزيز لازم هفتح عشانه، يعني انا هفتح علشان اذر انترا ابدومينال ديزيز، فبالمره اعمل اوبن درينج للهيباتيك او الليفر ابسس، او اديت انتيبيوتيك ثيرابي وحصل فيلير في التريتمنت عشان ما تحسنش within 72 hours او حالته سائد، او حاولت اعمل فعلا بيركيتينيس اسبريشن ما عرفتش، او عندي اي بيريتونيال ساينز بتحتاج ان انا افتح زي بيريتونايتس او حصل رابتشر للابسس في الابدومينال فري انترا بيريتونيال او في اي ادجيسنت ابدومينال اورج. هي دي الحاجات اللي بيحصل فيها انديكيشن او ان انا محتاج افتح فيها سيرجيكال واتش. ازاي هفتح؟ عندنا طريقتين، يا اما ترانس ثوراسيك وده بنسميه اكسترا بيريتونيال اكسترا بلورال تكنيك، او ترانس بيريتونيال وده احنا بنفضله عشان بنشوف معاه اي انترا ابدومينال باثولوجي اسوشيتد مع الليفر ابس. ترانس بيريتونيال اوبن درينج هو المفضل علشان بنشوف معانا اي انترا ابدومينال اذر باثولوجي. في عندنا ريليتيف كونترا انديكيشنز، وعاده الكونترا انديكيشنز ما بتكونش ابسوليوت، يعني ريليتيف ممكن في حد اوفر 70 ما بقاش كين قوي ان انا افتح سيرجيكال وايد، انما لو احتجتها اعملها. لو عندي مالتيبل ابسيس، لو عندي بولي مايكروبيال انفكشن، او لو عندي اسوشيتد مالجنسي او اميونو سبريشن، او اي مالتيبل ميديكال بروبلمز بتمنع الجراحه او جنرال انستيس. البروجنوزز بتاع الاوبن درينج او السيرجيكال درينج او عامه البايوجينيك ليفر ابسس، البروجنوزز بتاعه لو انتريتد بيبقى فيه مورتاليتي بنسبه عاليه جدا بتوصل ل 100%. مع الايرلي درينج بيركيتينيوس او سي تي جايدد او سونار جايدد المورتاليتي بتنزل جدا ل 15%. من الحاجات البروجنوستيك فاكتورز اللي بتعمل لي بور اوتكم لو الايج، سوري، البروجنوستيك فاكتورز اللي بتديني بور اوتكم لو الايج اكتر من 70، لو عندي مالتيبل ابسيز او بولي مايكروبيال انفكشن او بريزنس اوف اميونو سبريشن او مالجنس. يبقى احنا كده قلنا الهايديتد انفكشن والبايوجينيك ليفر انفكشن. هنتكلم شويه عن الاميبك ليفر انفكشن. الاميبك انفكشن للليفر بتبقى مور كومن عن البايوجينيك ابسس، وكومن في الديفلوبينج كانتريز بارتيكولرلي لو تروبيكال او سب تروبيكال ارياز. يبقى بتحصل نتيجه اميبيزيس، هو ده الثيرد كومنست بارازايت اللي بيؤدي الى ديث في العالم.
قبلي الملاريا والشيستوسومايس. الايتيولوجي بتاع الاميبيك ليفر ابسس او الاميبيك ليفر ديزيز بيبقى نتيجه انفستيشن للبروتوزوا البارازايت اللي هو الانتاميبا هيستوريتيكا، وبتبقى كومبليكيشن للكولايتس اللي بتحصل مع الاميبا. الانفستيشن للبروتوزوا ده بيعمل لي اميبيك كولايتس، لازم تبقى موجوده اميبيك كولايتس، واز كومبليكيشن للاميبيك كولايتس بيحصل اميبيك ابسس في الليفر. بيحصل نتيجه انجشن اوف كونتامينيتد فيجيتابلز contaminated بسيستس من الانفكتد بيرسون، لانه في اورال انفكشن، الانفكشن في الاميبا في اورال روت، يعني لازم الانجستد ماتيريال تبقى contaminated بسيستس من الفيسز بتاعه الانفكتد بيرسون. في الانتستين السيستس دي بتتحول لحاجه اسمها تروفوزويت، بيعمل كولايتس وبينفيد البورتال سيركيليشن ومايجريت من الكولون، يوصل لي لغايه الليفر. بيماجريت من الكولون بعد ما بيحصل اميبا كولايتس، والاميبا كولايتس بيبقى فيها ulcerations للكولون شكلها فلاسك شيت، ودي بتبان بالمنظار لو انا عملت كولونوسكوبي هلاقي ulcers فلاسك شيت نتيجه الانفيجن بتاع تروفوزويت للكولون، بيعمل كولايتس والسريشن، وبعد كده بتروح البورتال سيركيليشن وتوصل الليفر عاده بنسبه 80% في الرايت لوب، وعاده 80% بتكون سنجل او سوليتري ليفر ابسس. يبقى الانفكشن بيحصل بالانتاميبا هيستوليتيكا بروتوزوال بارازايت، بيحصل نتيجه انجشن فيكو اورال، انجشن لسيستس من الكونتامينيتد بيرسون، السيستس دي بتتحول في الانتستين للتروفوزويد فورم، تروفوزويدز بتعمل ulcerative colitis in the form of flask shaped ulcer، وبتوصل الليفر تعمل لي اميبيك ليفر ابسس، بيأفكت الليفر الرايت لوب بنسبة 80% وبيكون سنجل بنسبة 80%. ده شكل التروفوزويد بالإلكترون مايكروسكوبي. الباثولوجي بتاعي ان البارازايت بيعمل حاجة اسمها ليكويفاكتيف نيكروزس وباس فورميشن، وبيكون اللون بتاعه براون او تشوكلت ان كالر، وعادة التشوكلت او البراون سيكريشنز دي بتكون ما فيهاش اميبا وبتكون جاست بس. بعض الناس الابسس بتبقى الكونتنتس بتاعها انشوفي سوس ان كالر لو حصل فيه شويه بليدنج. الوول بتاع الابسس عاده بيكون شاجي، والوول نفسه هو اللي بيبقى فيه الاميبك سيست او الاميبك بارازايت. الوول بتاع الابسس هو اللي بيبقى فيه الاميبك بارازايت، انما الكونتنت بتاع الابسس نفسه بيكون بس وما فيهوش اميبا، لان الاميبا بتكون في الوول فقط. ايه الكومبليكيشنز بتاعت الابسس؟ الاميبيك ليفر ابسس ممكن يحصل منه سكندري بكتيريال انفكشن، يعني بايوجينيك ليفر ابسس، او يرابتشر في اي ادجيسنت اورجن او البلورا او اللنجز، او يرابتشر فري في البريتونيال كافت. ده شكل الاميبيك ليفر ابسس بنسبه 80% في الرايت لوب، بيرابتشر يا اما في البلورا او اللنجز، او ممكن في البريكارديوم او في البريتونيوم. الدياجنوزز بتاع الاميبيك ليفر ابسس عندنا لوكال سيمتومز اكتر من سيستميك سيمتومز، انما السيستميك سيمتومز او السيستماتيك سيمتومز بتبقى موجوده اكتر في البايوجينيك ليفر ابسس. في الاميبيك ليفر ابسس بيبقى عندي ابر رايت ابدومينال بين ولو جريد فيفر اقل من 38.5، دي بتبقى اكتر من 38.5 في حالات البايوجينيك ابسس. يبقى عندنا برضو نفس الكونستيتيوشنال مانيفستيشنز او سيمتومز زي الانوركسيا والنوزيا والويكنس والويت لوس، وعندنا كلير هيستوري لاتاك اوف اميبيك ديزنتري مش لازم تكون موجوده، يعني العيان مش لازم يشتكي من اتاك اوف اميبيك ديزنتري، دي ما اقدرش اعمل بيها اكسكلوجن للديزيز. لو العيان ما ادانيش هيستوري اوف اتاكس اوف اميبيك ديزنتري انا ما اقدرش اقول برضو انه ما عندوش اميبيك ليفر ابسس. الساينز بتاعتي العيانين بيكونوا بين وتوكسيك ان لارج تندر ليفر، وممكن يبقى في رايت بلورال افيوجن، ودي بنسميها سيمباثيتك افيوجن زي ما قلنا. انفستيجيشنز هنعمل له ستول اناليسيس وسيرولوجيكال تيستنج بالاميبيك تيست هنلاقيه عالي، بس التي ال سي او التوتال ليكوسيتك كاونت هتبقى اقل من 20,000 عاده، ممكن يبقى فيه برضه انيميا، تبقى اكتر من 20,000 تي ال سي في العينين بتوع البايوجينيك ابسس. سونار السونار الالترا ساوند والسي تي سكان بيبقوا دايجنوستيك، وخصوصا لو عملنا اسبريشن حتى لو ما لقيناش اي اميبا موجوده في الاسبريت، يعني الاسبريت اللي بيطلع ده بيطلع من الفلويد اللي قلنا بيبقى مليان باس وما فيهوش اميبا، انما لو عايز اطلع الاميبا لازم هاخد بايوبسي من الوول بتاع الابسس، هو ده اللي بيكون فيه الاميبا نفسها.
الشيست اكس راي هتوريني بلورال افيوجن، وممكن توريني لانج كولابس، وممكن اعمل ثيرابيوتيك تيست. الثيرابيوتيك تيست ده بندي فيه تريتمنت للاميبا ونشوف العيان بيتحسن ولا ما بيتحسنش. ده السي تي كاتس بتوريني هنا في ابسس واضح في الرايت لوب. التريتمنت للاميبك ديزيز بندي ميتريدازول. ميتريدازول بندي 750 مللي جرام 3 تايمز ديلي اب تو 10 دايز، وده الدراج اوف تشويس. بنعمل الترا ساوند جايد اسبيريشن لو حصل فيلير تو ريسبوند للميديكال تريتمنت وذين 72 اورز، يعني العيان بعد ما خد تريتمنت لمده 72 اورز ما بيتحسنش يبقى احتاج اعمل جايد اسبيريشن. هعمل اوبن درينج امتى؟ لو حصل سكندري انفكشن، لو حصل اسبيريشن، لو حصل ان انا مش عارف اعمل اسبيريشن، يا اما الابسس مالتيبل مالتي اوكولار او مالتيبل ابسس او سي باس، او حصل رابتشر للابسس يبقى برضه احتاج اعمل اوبن درينج. كده اتكلمنا عن الليفر انفكشنز اللي هم بيزيكلي ثلاثه الانفكشنز الكبار، سواء كان هايداتد ديزيز او اميبك ديزيز او بايوجينيك ليفر انفكشن. انتوا شايفين الشير كده يا شباب؟ ايوه يا دكتور. طيب ليفر سيروزس، هنتكلم كلمتين عن الليفر سيروزس ونكمل المحاضره الجايه الليفر سيروزس. تمام يا دكتور، اوكي. الليفر سيروزس ده ديفيوز بروسيس فيها نكروزس وريجنريشن وفايبروزس ونديول فورميشن مع لوست للهيباتيك اركيتكتشر. ده الديفينيشن بتاعي، ان هي فيها نكروزس للهيباتوسايتس الطبيعيه وريجنريشن للهيباتوسايتس الجديده، وفي شويه فايبروزس، وهيحصل نوديولاريتي في الليفر، وهنفقد الاركيتكتشر الطبيعي اللي هو الباليسيد ابييرنس اللي موجود للهيباتوسايتس. ايه اسباب الليفر سيروزس؟ اسبابه ممكن يحصل بعد هيباتيتك انفكشن سواء فيروس سي او بي، ممكن يحصل بعد اذر فايرال انفكشن زي الفيروس اي او الاي، وده مش كومن، المور كومن بعد فايرال سي انفكشن. ممكن يحصل نتيجة الكوهوليزم او بيليري، حاجة بنسميها بيليري سيروزس، نتيجة دي برايمري او سكندري، نتيجة ان البايل بيبقى اوستراكتد في الليفر سواء كانت برايمري ملهاش سبب او سكندري. ممكن يحصل كونجينيتال، كونجينيتال ده بيبقى بعد ميتابوليك ديزيزز بتبقى موجودة وهنتكلم عليها. ممكن يحصل نيوتريشنال نتيجة ديكريس بروتين انتيك، او كريبتوجينيك سيروزس من غير اسباب، او كاردياك سيروزس نتيجه هارت فيلير، او بالهارزيال بيري بورتال، وده فايبروزس مش سيروز. يبقى البلهارزيا ما بتعملش سيروزس، بتعمل لي حاجه اسمها بيري بورتال فايبروزس، يعني فايبروز اراوند البورتال تريبيوتريز. باثولوجي بتاع السيروزس جروسلي بالعين المجرده بنلاقيه مايكرو او ماكرو نودولر او ميكس، يعني نلاقي النوديولز اللي موجوده في الليفر يا اما صغيره يا كبيره، يا اما ميكس ما بين الكبير والصغير. مايكروسكوبيكالي بيبقى فيه لوست للنورمال اركتكتشر، بيبقى فيه فوساي اوف ليفر اتروفي، في بعض الحتت بيبقى فيه اتروفي، وفي حتت بيبقى فيها اكستنسيف فايبروزس، وبيبقى فيه حتت فيها ليمفوسايت وبلازما سيل انفلتريشن. ده شكل سيروزس، بس ده بيليري سيروزس عشان كده لونه اخضر. اللون الاخضر ده في حالات البيليري سيروزس، وده سيروزس بس نوديولز في فيري سمول، كلها بنسميه مايكرو نودولار سيروزس. ده اذر كات بتوريني البيليري سيروزس نوديولز لونها اخضر. البوست هيباتيتك سيروزس ده المين، ده الكومنست تايب موجود في مصر، بوست بي وسي فايرال انفكشنز مينلي سي. السيروزس هنا بيس ميل بيعمل بيس ميل نكروزس وديستراكشن الليفر سيلز، يعني بياخد الليفر تيشو حته حته جزء جزء بيعمل فيه نكروزس وديستراكشن، بيبقى فيه لينفوسايتس وبلازما سيل انفلتريشن، وبيبقى يوجوالي ماكرو نودولار تايب، وليه هاي انستنس اوف ليفر سيل كارسينوم. الالكوهوليك سيروزس ده بيحصل مع كونسومشن للالكوهول لفترات طويله لحوالي 100 مللي جرام بير داي او اكتر. ده الكومنست في الويسترن كانتريز، ممكن يعمل سيروزس حتى لو معاه او معهوش نيوتريشنال افشنسي، وبيبقى عاده مايكرو نودولار ان تايب،
وبروجريشن بروجريسيف بس فيري سلو عن الاذر تايبس اوف سيروز. يعني السيروزس هنا بيتقدم ولكن ببطء شديد اكتر من الفيرال سي سيروزس. ولما نوقف الالكوهول ممكن يحسن او يعمل امبروفمنت او على الاقل يوقف البروجريشن بتاع السيروزس. ثالث نوع هو البيليري سيروزس، ده بيحصل سكندري للونج ستاندنج كوليستيزس. كوليستيزس دي اللي هي اوبستراكشن في البيليري سيستم لما بيحصل للونج تايم مع التوكسيك افكت بتاع البايل اللي ريتين في البيليري سيستم على الهيباتوسايتس بيحصل ديث للهيباتوسايتس وريجنريشن وفايبروزس ونوديول فورميشن. البرايمري سيروزس بيبقى نون ايتيولوجي ولكن سبوزد ان هو نتيجه اوتو اميون رياكشن، احنا ما بنبقاش عارفين سبب واضح ليه بنقول ان هو دايما نتيجه اوتو اميون رياكشن. الليمفوسيتيك والبلازما سيل انفلتريشن للسمول انترا هيباتيك داكتس ده بيحصل وبيبقى دايجنوزد عن طريق ان احنا بنلاقي حاجه اسمها انتي ميتوكوندريال انتي بوديز في البايوبس بتاع الليف. يعني لما بناخد عينه من الكبد بنلاقي انتي بوديز انتي ميتوكوندريال انتي بوديز، يبقى كده بنقدر نشخص البرايمري بيليري سيروز. السكندري سيروز نتيجه لونج ستاندنج ميكانيكال اوبستراكشن للارج بيليري باسجز زي بوست اوبرتيف بيليري ستريكتشر. الكونجنتال سيروزس اللي قلنا نتيجه نيوتريشنال ديزيزز زي الويلسنز ديزيز هي اوتوزومال ريسيسيف ديزيز، في انكريز اماونت الكبر في الليفر او انكريز اماونت الايرن اللي هو الهيموكروماتوزس او الالفا 1 انتي تريبسن ديفيشنسي، كل دول بيعملوا كونجنتال سيروزس. نيوتريشنال لو عندي بروتين ديفيشنسي بيخلي الليفر تيشو لايبل للدامج. السيروزس بتاعي زي ما قلنا في الهرزيا ده فايبروزس وليس سيروز، بيحصل بيريبورتال جروسلي بيبقى في فاين بالهرجل بيريبورتال فايبروزس او كورس بالهرجل بيريبورتال فايبروزس وده نوت ترو سيروزس. مايكروسكوبيك بيكتشر للسيروزس تحت الميكروسكوب بيوريني ستاند اوف فايبرس تيشو حوالين وان اور مور ليفر لبيولز وعندي بالهرجل اوفا. الكورس تايب بتاع البلهرزيا بيريبورتال فايبروزس بنسميه بايب ستيم وده بيبقى كاركترستيك في سكند لارج بورتال تراكت مع بلهرزيا ورمز ممكن تتشاف في البورتال تراكت. الليفر سيروزس بينتهي الفيت بتاعه يا اما بيحصل هيباتيك فيلير ليفر سيل فيلير او بورتال هايبرتنشن او كارسينوم او الثلاثه طبعا ممكن يحصلوا مع بعض. لما يبقى حد عنده ليفر ديزيز وان كومبنسيشن او ان من الليفر بيبقى عنده اسايتس عنده جوندس عنده بالمر اريثيما تيستيكولار اتروفي جاينيكوماستيا ماسل واستنج وحاجه اسمها دوبيترين كونتراكشن ممكن يحصل وممكن يبقى فيه سبلينومكي. ده شكل البالمر اريثيما وطبعا ده شكل الجاينيكوماستيا. ده شكل الاسايتس تبقى الابدومن فيلد وذ فلويد بكميات كبيره اللي هو الاسيتيك فلويد. وده شكل الكابوت ميدوسا ده عندي دايريتد فينز على الانتيريو ابدومينال وول مين لبيرا امبيليكال. ده شكل بنسميه اسيتيك هيرنيا، هيرنيا بتطلع امبيليكال نتيجه وجود فلويد بكميات كبيره في البطن بيعمل لي هيرنيشن عند الامبيليكس. وده شكل بنسميه سبايدر نيفاي، سبايدر نيفاي او سبايدر انجيوما بتبقى ليش اوف بلاد فيسلز وفي سنترال هايبليميك نوديول. لما بتدوس على النوديول دي الليش اوف بلاد فيسلز دي بتختفي، دي بتبقى موجوده في الابدومن وممكن تحصل في النك في الباك. ايه الانفستيجيشنز اللي بنعملها عشان نشوف الليفر فانكشنز؟ بنشوف الالبومن ده مهم جدا، لو الالبومن نورمال يبقى الليفر فانكشن شغاله كويس طبيعي بتصنع البومن بكميات طبيعيه لان الليفر هو الاونلي سورس للالبومن. بنشوف حاجه اسمها توتال بروتينز، التوتال بروتينز دي اللي هي البروتينز اللي موجوده في الدم طبيعي نتيجه الاكل ودي لو قلت الليفر مش هيقدر يصنع الالبومن لان هو بيصنعها من البروتينز اللي موجوده في الدم. لو ده نيوتريشنال سيروزس يبقى هتلاقي التوتال بروتينز واطيه جدا وهي دي اللي عامله ليفر افكشن وعامله هايبو البومينيم. انما لو التوتال بروتينز في الدم طبيعيه وعندنا هايبو البومينيم معنى كده ان الليفر ديزيز مش قادر يصنع الالبومن لان هو الاونلي سورس للالبومن. بنلاقي فيه انيفيتد ليفر انزايم زي الاي ال تي والاي اس تي، بنلاقي فيه ديكريزد بروثرومبين وده بيتصنع في الليفر ففي الليفر فانكشنز او ليفر فيلير بيقل البروثرومبين. في المنظار ممكن نلاقي فيه اسوفيجيال فارسس
بتبان في الابر جي اي تي اندوسكوبي، بتبان في الباري سوالو، بتبان في الدوبلكس سكاننج للبورتال فين، نوري دايليتد بورتال فينز ودايليتد كولاترالز. لو في عندنا هايبر سبينيزم هنلاقي فيه سبينك سيكوستريشن للبلد، هنلاقي فيه بانسايتوبينيا، ديكريزد ار بي سيز وايد بي سيز وبليتلتس، هنلاقي فيه البون مارو شغال بصوره اكتر من الطبيعي فبيبان فيه هايبر سيلولاريتي، ولو عملنا ايزوتوب سكاننج هنلاقي فيه ديكريزد هاف لايف للار بي سيز وانكريز اكتيفيتي على السبينك. اسباب الكلام ده ممكن نلاقي فيه هيباتيتس بي فيروس انتيجين او سي فيرال انتي بوديز، او نعمل ليفر بايوبسي عشان تشوف السبب بتاع الليفر سيروسس. ده باريوم سوالو بيوريك الباريوم جوه الاسوفجس وفي فيلنج افكتس، الفيلنج افكتس دي نتيجه وجود فيروسز جوه الاسوفجس. الفيروسز دي الصبغه بتحتل مكان الصبغه فبتبان سودا بالمنظر ده، والصبغه ان بتوين، وده نفس القصه هنا يعني في فيروسز كتير جدا في اللور اند بتاع الاسوفجس والصبغه حواليها، عندنا كل دي اسوفجيال فيروسز. فندق فيروسز جزء منها في الاستومك وجزء منها في اللور اسوفجس، عامله فيلنج افكت والصبغه حواليها. دي اخر سلايد هنقولها، تشايلد كلاسيفيكيشن بتاع الليفر سيل فيلير بتعتمد على بوينتس بنجمعها. جريد A في تشايلد كلاسيفيكيشن بيبقى 5 to 6 points، جريد B 7 to 9 points، وجريد C 10 to 15 points. ايه البوينتس دي؟ بتعتمد على خمس حاجات، البلروبين ليفل بتاعي اقل من 34 مايكرومول بير لتر، ولا من 34 ل 51، ولا اكتر من 51. الالبومين ليفل جرام او ملي جرام بير ديسيليتر، اكتر من 35 ولا من 28 ل 35 ولا اقل من 28، ده بياخد 3 بوينتس. بروثرومبين تايم اقل من 3 ولا اكتر من 10. والاسيتيك والانكفالوباثي، هل في اسايتس في انكفالوباثي؟ مفيش خالص، ياخد 1. بسيط جدا بياخد 2، مودريت تو سيفير بياخد 3. لما نجمع البوينتس دي على بعض نشوف العيان ده هيطلع في انهي ليفل من دول، هل هو جريد A ولا B ولا C، ودي نسميها child poo classification liver cell failure. المورتاليتي بتاعت الحالات اللي في child A 2%، child B توصل 10%، و child C liver cell failure بتوصل up to 50% and more. كفايه عليك كده النهارده، المحاضره الجايه هنكمل من اول الهيباتوسيلر insufficiency وهنبدا في liver tumors. تمام يا دكتور، اوكي تمام، بالتوفيق ان شاء الله. شكرا، مع السلامه. لو سمحت يا دكتور. اتفضل. اتفضل. الهايبر سيلولاريتي اللي كانت في البون مارو حصلت ليه؟ الهايبر سيلولاريتي حصلت عشان الديفيشنسي بتاع البلود اليمنتس، نتيجه ان هي اتكسرت في الهايبر سبلينزم. الهايبر سبلينزم ده كسر البلاد اليمنتس الار بي سيز والوايت بي سيز والبليتلتس، فابتدى البون مارو يشتغل بصوره قويه جدا، فبيبقى فيه هايبر سيلولاريتي لانه اكتف جدا في الشغل عشان يطلع يعوض تكسير البلاد كومبوننتس اللي حصل نتيجه الهايبر سبلينزم. تمام تمام شكرا. لو في اسئله تانية انا موجود. بالتوفيق إن شاء الله يا شباب. السلام عليكم.